نايم كوريا المشكل ديالي ما عندي لا وليدات، عندي بنيه وحده قرات مزيان، قريتها في لافاك مزيان، كلشي مزيان، ولكن ما جابش لا خدمه باش تعاوننا مسكينه. دارت واحد جوج ايام لقيت الحال باش تبقى تلاوط. انا ما عنديش الاولاد، نبيع ونشري في القديم خلي يجري علينا الحفشونا، ما لقيت ما ناكل ما نشرب، كلشي عندي خاوي، الظروف صعيبه. بومي ماتو، با كان مخدمي مات مسكين، ولي كان شويه نهار لي فينا مات، خوتي شويه على قد الحال، ما زرداش ما طيدي، علمني هادشي، درني هادشي في قلبي، نطلب الله يجازيني من عندو، الله يخرجو ليا من عندو، يا ربي شوف في حالي، ما زرداش بيت دوش وبين. دوش بين ما لقيت غير نمشي 7000 ريال وخدامه 6000 2000 ريال 6000 مره نجيبها مره ميناج نمشي ندري كولي نبيع الشرا شويه ما والو واش اللي كاين نخرج الحوايج ندخل الناس في الليل صباح نخرجهم تضربني الفيقه بكري تضربني الناس نبقى نفكر شنو تبرزت العائله كلهم مشيت عندهم حتى واحد ما هذه رحمك من غير الله سبحانه وتعالى واش اللي كاين بنتي ما عندي ثمن بريد من سخان كل شي خاوي الحانوت اللي غنمشي عندهم غير كريديت وليا ما عنديش الماندا واش اللي كاين تنتمنى يحل عليا شي حد الله الوطن المالي تنشوف سيدنا الله يصلحوا لينا ويعيشوا لينا ولي يشوف من حالي وشي محسنين لي حنا ليا ما عنديش الولاد يكون عندي شي ولد غير حنا راه غادي حنا ليا بنية قرات مسكينه جريت وجريت ما خدمات الجواز ديالها شويه ضعيف ماشي شي الجواز لي هو مهم اجي ولدي ديالي حنان فيا مشاو الحمد لله هاد المرض نخرج في الليل ما الجيران تيدفعوا العويل ما كاينش شي جيران لي يساعدوا كل وتنصبر انا من النوع اللي صباره تندمر باش نجيب من ناكل باش نخلص لك.